الله كفى وسلم على النبي الذي المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوته الكرام. كتاب التعبير، باب التواطؤ على الرؤية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير ثقات الأثبات، قال حدثنا ليث بن سعد فخارة المسلمين عن عقيل وعقيل بن خالد عن هشام عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. الكلام على ليلة القدر، ليلة القدر كان يتلمسها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يعتكف من أجل أن يحصلها بأبي هو وأمي، ف ليحصلها، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك، إن الذي تطلب أمامك، فقال: إن الذي تطلب أمامك نسيب الفجر، أنت تتغابين كثيرا، ولا بد أعرف لما تتغابين، لما؟ فقال: إن الذي تريد أمامك، فاعتكف المسلم عشر الأواخر، ثم رأى عليكم السلام وبركاته محمد علي كيف أماد كيف أخبار شرق الشمس جنة كيف أخباركم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد آلية القادر، فقال: الذي تطلب أمامك. فقوله: الذي تطلب أمامك، فنظر فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم عشر أواخر، وطلب من الصحابة أن يعتكفوا معه عشر أواخر، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها، لكن تلاحى رجلان. شوف المجادلة ماذا فعلت، تلاحى رجلان فنسي ما تراه، لكنه قال في علامة أعطاني الله إياها أنني في صبيحة ليلة القدر كنت أسجد على ماء وطين، فليلة 21 بعدها يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء وطين، الشتاء والمطر نزل وقف المسجد، وبعد ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين، وقال جابر رأيته في ليلة 21، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنها في السبع الأواخر، قال: التمسوها في السبع الأواخر، وفي الوقت قال: التمسوها في العشر الأواخر. هو قال: تواطأت رؤياكم، يعني هم رأوها في هذا الباب، أرى رؤياكم قد تواطأت التمسوها في العشر الأواخر في الأوطار منها، فقال: تواطأت رؤياكم التمسوها في السبع الأواخر، وأيضا أنت نسيم الفجر، أنت أيضا لا أخبر عذرك، قال: تواطأت رؤياكم على أنها في السبع التمسوها في السبع الأواخر. نعم. وقد ذكر بعض الشيوخ هنا أن البخاري قال ورواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب بمثله سواء، وأن الإسماعيلي رواه من حديث أبي صالح عن الليث به، وهذا لم أره في شيء من الأصول. وقال المهلب: فيه الحكم على صحة الرؤيا بتواطؤها وتكريرها، وهذا أصل لذلك، يعني لما تجد رجل ترى له رؤى متواطئة متضافرة كلها متواطئة، كثير من يرى الرؤيا على اتحاد شيء معين، تعلم أنها رؤيا صح، رؤيا صالحة ورؤيا صدق، وتعلم أنها رؤيا صدق، يعني إذا ترادفت وتواطأت وكثرت، إذن تعلم أنها رؤيا حق. الفوائد المستنبطة، وإياك يا أستاذ سمير. تواطؤ الرؤى دلالة على صدقها، تواطؤ الرؤى دلالة على صدقها. الحرص على الخير، قال: التمسوها في السبع الأواخر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.